ما كتحتفلش مع المغاربه اللي كيخرجوا للشارع. شوف انا هي تنخرج ولكن الناس يعرفوني بزاف. مثلا اخر مره خرجت معاهم من تاهلوا لدومي فينا، خرجت معاهم اون فوا دخلت البلاصه اللي فيها المغاربه كلشي تجمع عليا، اللي باغي النمره، اللي باغي تصور، اللي باغي ديديكاس، اللي باغي بوز، اللي باغي يعنق، راه ما يمكنش المغاربه باش تيديروا عليا. انا كنضايق لانه بزاف 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 ديال البنات والدراري بزاف بزاف راه ما يمكنش، كلشي باغي تصور معايا، كلشي باغي ديديكاس، كلشي باغي يراقبني، كلشي هادي. انا كنكون خارج هاد التافل يعني باغا نفوج على قلبي، ولكن هو ان كما قلت لكم هو ان شرف ليا. بالعكس كنزيد الناس كبروا في عينيك وشوف الحب ديال المغاربه. سبحان الله ملي كندخل مثلا اليوتيوب ولا الانستغرام ما كنلقى تعاليق سلبيه، ولكن ملي كنجي للواقع تنلقى غير الحب. يمكن كاينين الناس اللي ممكن حتى هما دوك الناس ديال التعاليق السلبيه ولكن ما يقدروش يواجهوني في الواقع، لانه في الواقع الا قال لي في الواقع عارف راسو غادي يفتح ليه الجبهه كما درت لذاك المصري اللي كان جالس في القهوه واحده بقى زوينه قال لي ما عرفتش شنو قال لي، وانا مفتح من هنا بواحد البلوك جبتو طايح كوم حتى جاو البوليس ندير خرت ومشيت بحالي خليته في الدبايات ديالو. عارف اني انا راه غادي نضرب راه مثلا يديد غير كنطلقها الحمد لله، ولكن انا كنهضر على الناس الطاقه الايجابيه والتعاليق الايجابيه والناس اللي كيجيو يبغوني. راه ما يمكنش واحد الكميه ديال الناس وديال الحب كنلقاها ملي كنخرج للزنقه، راه ما يمكنش راه ما يمكنش. هي البنات شحال الناس كيبغيوني، راه واحد الحب من عند الله. الله يحفظني والله يحفظكم. مثلا كون كنت انا بنت 100% ولا راجل 100% اكيد غادي نتصور مع المعجبين ديالي والناس اللي كيبغيوني والناس اللي كيبوسوني والناس اللي كيعنقوا ونحطو في السوشيال ميديا. ولكن انا عارفه راسي اي حاجه كنحطها عندي في سناب شات ولا في الانستغرام كيهزوها ويحطوها في اليوتيوب. فانا ما بغيتش نسبب شي ازمه نفسيه لشي بنت مسكينه تصورت معايا وفي الخمس يحطوها في اليوتيوب وتبقى تقلب شكون عاد مود القناه وما يبغيش يحيد داك الفيديو. فمن الاحسن انا كنتفادى هذا الشيء ديال التصوير، انا نصور الناس اللي كيبغيوني واللي كيحماقوا عليا. المهم حب المغاربه في الدم وانا فرحانه بزاف، لانه تخيلوا الناس ناشطه والجمهور جمهور هايجين بزاف وداك الشيء، وكندخل معاهم انايا كي الحب والغرام والاحترام والتقدير. الحمد لله انا باش عارف راسي راه وصلتي وعندك قيمه. اي باغا نشوف البنات هاد الاتات ماشي الفقصه. شوف هذا باش جاي ناخذ غير المكاتب الخدمه ديالي ودزت بنا نشوف هاد الاتات ديال الدار ديال الفيلا ديال القصوره. ها اللي عندكم القصوره في المغرب توصلوا معايا نتمصر فيكم شويه ندي معكم شويه دربح. شوفوا هاد الشراء خطير. ها دنيا باطمه اجي تفصلي فيلتك من هنا بارك عليهم داك الاتات الفاشل اللي عندك. اجي اختي نتمصر فيك شويه تفصلي لي العديان. ها شوفي على الصالون كي داير ها فين غتجلس غزال. اي البنات هذا هو السميه ديال البلاصه اللي فيها هاد لي موبيليا سميتها ماسك. والصراحه انا كنت باغي نصور لكم ولكن راه تلفت. شوفوا شحال من محل راه عشرات ديال الصفوفه وشوفوا انا شحال من صف عاوتاني راه ما يمكنش راه عييت. كنت باغي نصور لكم ولكن ما قدرتش بالنسبه للعيالات اللي كيجيو لتركيا ولا الرجال باغيين يتقداو يطبوا داك العنوان ويجيو راه عندهم شي حوايج راه ما يمكنش. البنات راه ما يمكنش اللي بغات تفرش دارها من هنا باثمان رخيصه. ونزيدكم على الحاجه راه كيبيعوا بالجمله وبالتقصي. شوف انا تلفت انا ما لقيت بصور لكم وحق الله. شوف راه ما يمكنش راه ديك الماركت اللي هنايا راه ما يمكنش والاثمنه رخيصه بزاف. انا بعدا مصدومه. مهم انا صورت لكم ما في ما نصور لكم البنات العيالات اصحاب الفلوس اللي باغي يديروا التجاره يديروا بروجيات هذا الشيء يديروا في المغرب. ها هو العنوان تواصلوا والله يسهل عليكم. شوفوا البنات انا ركزوا لي غير على هادو حمقوني تشري مكتب ديالي بيرسونيل عجبني هذا ولكن غنبدل ليه اللون في الابيض. اي صوفيا الدواقه وهذا ضروري غناخذهم. البنات راه ما يمكن. شوفوا انا ما قدرتش نخرج من هذه البلاصه شي دوك البلاصه اللي وريت لكم. انا كان من الصباح وانا فيها باقي الله ما دوزت حتى 5% ولا 10% ديال المحلات اللي كاينين. البنات راه انا غنتسطى عتقوني عتقوني راه غنتسطى
راه ما يمكنش تريات اللي بخيتو الفراش الحوايج راه درت لكم لوكاليزاسيون راه انا ما غنصبصر فيكم ما والو انا غادير معكم بليزير اللي بغى يتقدى راه ما يمكنش راه الحماق الحماق ديال الحماق ويلي راه ما يمكنش ولي دابا نسخف لكم انا كاين دروج من اللي يطلع من لا اي شكون هي هذه عاود ثاني راه ما يمكنش دابا نطيح لكم راه ما يمكنش انا شوفوا شوفوا هذا الورد ويلي 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 شوفوا هادو الله يا ربي الله الله يا ربي الله الله يا ربي اش ثاني نجي لهاد البلايص انا يا فقيره اي يا ربي يا ربي عطيني شي فيلا ولا شي قصر يا ربي عطيني على قد نيتي ديروا غنيا البنات شوفوا نقول لكم واحد الحاجه هاد النيميرو ديالي راه بيرسونيل ما تبقاش عيطوا لي في النيميرو ديالي بيرسونيل تبقى تقول لي صوفيا عافاك بغينا المواعيد انا راه ما كنعطيش المواعيد بغيتوا مواعيد دخلوا النمره ديال الكول سنتر والنمره ديال لا كلينيك اللي هي حاليا صوفيا استيتيك وقريبا ان شاء الله غتولي صوفيا كلينيك دخلوا على النمره وتواصلوا معاهم انا ما عنديش المواعيد وحنا قلتها لكم راه عندنا فول 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 يعني عامر يعني يوميا عندنا عامر عباد الله اللي بغى يدير شي عمليه ولا شي مناخر يحجز الموعد على بكري وزراعه الشعر اما ستة مرحبا بكم في اي وقت لانه الاسن نقدروا نخدموا حتى 10 الحالات 20 حاله في النهار ولكن التجميل والنيف راه ما يمكنش عندنا جوج كل نهار جوج ديال الشط وجوج ديال النيف وزراعه الشعر كذلك كمثال ما كنديروش بزاف لانه عندنا طاقم خاص اللي دار الناس ديال المشاهير واللي دار الفنانين والممثلين والمغنيين هما اللي عندنا دونك الله يجازيكم بخير حجوا المواعيد ديالكم على هذا الرقم اللي كاين لتحت